مساء الخير على احلى متابعات واحلى متابعين. طبعا مدى اصور سناب لان الفلتر المميز اللي انا احبه ماكو، فما اعرف صورت بهذا والله يستر شلون طالع. حاليا في قناة سامراء مع الزميل الاعلامي مرحبا متابعين ساري جنان، حسام. الحلقة راح تكون نارية جنان. ان شاء الله يعني نتامل ان شاء الله ما حلقة نجيب طاري إعلام. حد وما نحكي على حد. ان شاء الله تنتظرونا قريبا جدا بكان يا مكان ويا جهان الطائي. طبعا هاي كان يا مكان جزء من شخصيتي، يعني اي بالفعل هواية استخدمتها في حياتي بالفعل، خاصة بالعرفات الدرامية من اشتغل مرة شبعاد ومرة اي اي طبعا هاي العرافة الدرامية على طول. جهان نورتيني يا عيوني، نورك والله. انا كلش فرحانة بهذا البرنامج واكو فعلا مضمون باللقاء واكو احترام. شكرا. ولباقة. شكرا شكرا. وانا ماخذة بصراحة فكرة سيئة عن البرامج من هكذا، فابتعد صراحة يعني. اليوم المهم تونستي وكانت حلقة حلوة اليوم، غيرت الفكرة. ضحكني وبتشاني وخلاني احكي عن الناس، والله يعني الله يستر ايش راح يصير. انت جريئة وصريحة ويعني عادي منطلقة. نورتيني كلش. انا صادقة. صادقة. صادقة وموضوعية. بالضبط. ان شاء الله يا رب بتعجبهم الحلقه ان شاء الله. انا متاكد هيك راح يصير هذا المقطع. ضروري ادزك اياه وانتظروا جيهان الطائي بحلقه كلش حلوه من كان يا مكان. ان شاء الله كان يا مكان. كان اكو واحد اسمه ساري كلش حلو، سوى حلقه كلش حلوه وي واحد اسمها جيهان. شكرا.